بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة حذف المضاد الفيروسي ريزينج. طبعا قد شرحت هذا المضاد الفيروسي ريزينج، وهو طبعا يقوم بالتقاط الفيروسات والبرامج الضارة بكفاءة، إلا أنني اكتشفت شيء متعلق بهذا الأنتي فيروس أو هذا المضاد الفيروسي. فبعد حذف المضاد الفيروسي او الغاء التثبيت لمضاد الفيروسات ريزينج، طبعا بعد فترة اصبحت تنبثق مجموعة من او بالاحرى نافذة في كل مرة تكون متصل بها بالانترنت، تنبثق لك نوافذ او نافذة منبثقة تحتوي على صور غير لائقة. فطبعا لم اكتشف الامر بسهولة، فبعد بحث طويل وتمكنت من معرفة السبب ألا وهو ريزينج. فبالرغم من حذف ريزينج أو إلغاء تثبيت ريزينج من جهاز الحاسوب، إلا أن هذه الصور التي تظهر في النوافذ المنبثقة تبقى تظهر. وكما ذكرت بعد بحث طويل تمكنت من معرفة المشكل ألا وهو ريزينج، ولحذف ريزينج وذلك بحذف ريزينج. وأن المشكل حتى بعد حذف المجلدات المتبقية من ريزينج لا يمكنك حذفها إلا بطريقة واحدة، طبعا بالطريقة التي توصلت إليها. طبعا ربما هناك طرق أخرى لإزالة هذا المجلد. إلى التفاصيل، قم بفتح جهاز الكمبيوتر. على فكرة هناك في التعليقات هناك شخص قام بتعليق يسأل عن الرابط الخاص بشركة سون الغاز للاطلاع على فاتورة الكهرباء والغاز. بإمكانك أن تقوم بالتوجه إلى أسفل أي فيديو، ومن ثم تقوم بالضغط على رابط صفحة الفيسبوك. طبعا سوف تنتقل إلى صفحة الفيسبوك طبعا، وتقوم بإرسالي في الخاص وسوف أعطيك الرابط. فلنكمل الشرح على بركة الله. أول شيء نقوم به هو التوجه إلى القرص المحلي C بعد فتحك لنافذة جهاز الكمبيوتر، وبعد توجهك إلى C تقوم بالتوجه إلى Program File. إذا كنت من ذوي مستخدمي الويندوز X64 أو نظام ذو النواة 64، تقوم بالتوجه إلى Program File تتوجه إلى X86 إذا كان نظام الويندوز الخاص بك هو من النسخة 64. أما إذا كان نظامك ويندوز 7/32 فإنك سوف تجد Program File فقط. تقوم بالبحث عن مجلد ريزينج، وبعد بحثك على مجلد ريزينج طبعا سوف أقوم بالتوجه إلى مجلد ريزينج بعد حذف طبعا بعد إلغاء تثبيت الريزينج. نقوم بالتأشير عليه أو الضغط عليه، ومن ثم نقوم بعملية الحذف. نقوم بالضغط على Enter، وكما تشاهدون لا يمكننا حذف هذا المجلد. ولحذف هذا المجلد ما علينا سوى الانتقال إلى وضع الأمن. وللانتقال إلى وضع الأمن نقوم بالتوجه إلى القائمة ابدأ طبعا، ومن ثم نشير إلى السهم المتواجد ضمن القائمة ابدأ، ومن ثم نقوم بالضغط على إعادة التشغيل. وبعد ضغطنا إلى إعادة التشغيل في بداية إقلاع الجهاز تقوم بالضغط المتكرر على F8 للولوج إلى الوضع الآمن. تختار الخيار الأول ألا وهو Safe Mode، ومن ثم تدخل إلى وضع الأمن.
نادرا لأني لم أستطع تضمين الصوت في الوضع الآمن أو وضع السيف مود، فكل ما قمت به هو التوجه إلى القرص المحلي سي، ومن ثم التوجه إلى بروجرام فايل x86، كون أن الويندوز الخاص بي هو من نواة 64. إذا كان لديك مثلا نواة كما ذكرت نواة x86 أو 32 بت، فسوف تجد بروجرام فايل. عند توجهك إلى بروجرام فايل أو بروجرام فايل x86، سوف تتوجه إلى مجلد ريزينج، ومن ثم تقوم بحذفه. إلى هنا ينتهي الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.